عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب الإمام الحسين عليه السلام. نحن ثلة من جامعة طلاب الكفيل، اليوم تواجدنا في هذه المفرزة وفي موكب التابعة لموكب جامعة الكفيل لتقديم عدة خدمات إلى زائري الإمام الحسين عليهم أفضل الصلاة والسلام، من عندها قياس الضغط، السكر، توفير الأدوية، بالإضافة لأنه إحنا ساهم جامعة الكفيل بأنه دخلتنا دورة الإسعافات الأولية حتى نكون باستطاعة وعلى دراية بالإسعافات الأولية اللي نقدمها إلى زائري الإمام الحسين. مثل مثلا اكو فت حالات تجي حالات اغماء او فالتدخل يحتاج من الاطباء، ايضا متوفرين الكادر الطبي من جامعه الكفيل، وان شاء الله نتمنى دوام الصحه والعافيه الى زائري الامام الحسين واحنا بخدمتهم ان شاء الله. اليوم احنا بمشاركه تفاعليه مفرزه طبيه على طريق كربلاء عمود 23 باسم جامعه الكفيل، نقدم الخدمات الى زائرين من العلاج اللي يكون عندنا قياس الضغط، قياس السكر ومختلف الادويه باشراف الدكاتره طبعا للمفرزه الطبيه. نسال من الله العلي العظيم ان يتقبل منا هذا القليل وهذه الخدمه. شارك في هذه المفرزه للمره الرابعه على التوالي واقدم الخدمات الطبيه للزائرين الكرام من فحص السكر والضغط والادويه التي يحتاجها الزائر، ونسال من الله سبحانه وتعالى التوفيق في هذه الخدمه. الله يشوف اتجاه البوصلة من مكة دار الكربلاء.